توقعات الحلقة 21 من مسلسل ولاد بديعة، ياريت تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة ويلا نبلش. بيكون ياسين بعده عند المعلم اللي بعتته لعنده أم سليم لحتى يصرف الذهبات، بس بتكون أم سليم حاطة براسها شغلة تانية بهدف إنه تربح من هيدي الصفقة. بعد المداهمة اللي عملتها الشرطة للمكان اللي قاعد فيه يمان وبعد ما قتلوه، ومثل ما شفنا كيف انتهت حياته من ورا ولاد بديعة مثل أبو الهول ودراعي، المقدم بيروح وبيقول لسكر انه يمان خلص مات وما بقى في حدا بهالاسم، ونحن حنساعدك لانك اعترفتي انه نخفف التهمة عنك قد ما بنقدر. وهون سكر بتنبسط، بتفكر انه قصة الذهب خلص بطل فيه إلى ولا مشكلة، بس منا عارفة انه ام سليم هي المشكلة. وما بدنا ننسى كمان انه الوفا والسيكي كمان ناطرين حقهم بهيدا الذهب، وشكله ياسين هو اللي رح ياكلها مزبوط، لانه شكل ام سليم متفق مع هيدا الزلمة يلي هو النجم عبد الهادي صباغ، وبدهم ياخدوا كل شي وما يتركوا شي لياسين. فيا بيكون متفق معه انه ينايمه وياخد المصاري كلهم ويبعتوه، يا بيكون متفق معه انه يعطيه المصاري بدل الذهب وهو ورايح بيرجع بياخدوا منه وبيفللوا بلا شي. هديل بتكون عم تفكر بحكي مختار، وبتصير تفكر انه شو بدها تعمل فيه لشاهين وكيف بدها تغدر فيه قبل ما هو يغدر فيها، لانه عقولة مختار هو الولاد بديعة، واصلا بنظرة انه شاهين هو السبب بموت بيا. مختار بيرجع بيروح على الدباغات وبيطلب مصاري تبرعات للجامع، وبيكون الكل مبسوط منه انه هو اختار هيدا الطريق وبيعطوه مصاري ليتبرع فيها للجامع. بتصير تفكر هديل انه تتفق مع ام جمعة لحتى ترجع تبلش بشغل بيا من اول وجديد. نظمي بيقلها لزهور انت ليه تزوجتيني مازل ما بتحبيني وبتحبي شخص تاني؟ ليه عم تعملي فيني هيك؟ تزوجتيني كرمال تغيزي؟ انا بحبك وانا بعرف انه هاي الحياة مش هي اللي بتستهليها، بس انت قلتي لي انك قبلاني، شو اللي تغير هلأ؟ شو صار؟ بتقله نظمي تركني، انا نفسيتي تعبانة هالفترة، يمكن تعبانة من حالي مش تعبانة منك، بس تركني شوي. فبيقله اذا بدك تتطلقي وترجعي عند اهلك انا قبلان، قولي لي من هلأ. فبتقله لا انا ما هيك قصدي، انا بس هيك تعبانة. ياسين بيكون بعده عند شوال يلي بحط قدامه ذبيحة وببلشوا اكل وبيرجعوا بيشربوا شاي. ببلش ياسين يحس بشي مش طبيعي بجسمه كأنه عم ينعس، يعني حاطط له منوم. بيقول له شوفي شو عم يصير معي. بيقول له المعلم شوال ما تخاف، رح تنام وتفيق وما رح يكون ناقصك شي إلا الذهبات. جمعة يا حرام بيروح ببيع الديك لحتى يرجع المصاري للوفا، وبيروح لعند الوفا وبيقول له أنا ما كنت متوقع منك أنت أنه يصير هيك، أنه تعطيني هدية وبعدين تطلب حقها. أنا عملت كل شي بقدر عليه لحتى ساعدك بهيدا الموضوع، بس أمي هي اللي رفضت وأنا ما كنت قادر أعمل شي لأنه أنا كمان قلعتني من البيت. هديل بتكون بعدها عم تفكر شو بدها تعمل بشاهين، فبتبعت اللي بيشتغل عندها لحتى يروح يسأل عن شغل شاهين وشو الطلبيات يلي عم يطلبوها ومين رح يستلمها وأي وقت رح يستلموها وهالحكي كله، وبتكون عم تفكر انه تحرق له الدباغة مثل ما حرق له الدباغة وقت بيا. ومنشوف يحيى بالطريق ماشي لحاله مش عارف وين رايح، ولا عم يقدر يحكي مع حدا ولا يقدر يعمل شي مثل الإنسان المجنون، يعني بالضبط مثل ما مختار بده. وهيك بتكون خلصت الحلقة. بتمنى تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة. بحبكن كتير. باي باي.